في سنة 1989 أنشأت فرنسا مدينة فرنسية على أنقاض مدينة ستافيس الرومانية عين الكبيرة حاليا، وسمتها بريغوتفيل، وكان من بين المرافق الأولى التي شهدها الاستعمار بهذه المدينة مبنى الكنيسة الذي دشن بتاريخ 9 أبريل 1897 على قطعة أرضية مساحتها 27 آر. اعتبرت هذه الكنيسة من أقدم وأبرز الكنائس التي شيدتها فرنسا الاستعمارية بولاية سطيف وحتى بالشرق الجزائري. في الاستقلال لم ينتظر سكان المدينة طويلا، حيث اتخذ شيوخ المدينة هذه الكنيسة مسجدا يرفع فيه الآذان ونداء الحق بدلا من دقات الجرس الذي لا يزال شاهدا لحد الآن على مرحلة تاريخية من تاريخ هذه المدينة. في البداية يعني أصحاب العكبيرة فرحوا به لما كانت كنيسة، كان مربد للشيطان ولا معبد للرحمن. هذا المسجد على كل حال كما تعلمون كان كنيسة، والدليل على ذلك هذا الصور اللي راحوا هنا كما المحراب مازال هو يعني. مسجد العكبيرة بالأمس على كل حال في عهد الاستعمار كانت مربد للشيطان، كان القانون يضرب وهل الإيمان يغضب ويدور هكذا. مع الأسف استعمار لما فتحنا الجامعة ولو كان المساحة قليلة شفناها واسعة الله يبارك، فرحوا وزغرتوا عليها نساء ورجال، فرحوا بها فرح جميل. قلت لكم الشيخ النعيمي قال لهم صغير، قالوا إن شاء الله يرحمه ربي. الله أعلم لما تخلنيش الذكرى في 66 يعني الله أعلم في 1966 البلية كذلك، وقع فيه طيارات على كل حال سنة على كل حال 64 بدأوا هذه الكنيسة هذه. لما بدأوا نظر للحسيان دخلوا الحيط والحيط يعني ما حبوش ينحوها تماما، تعذبوا شوية معها لكن لاقت ديرناها وبدينا نصلي فيها حوالي 65 وصلاة الخمس مع الشيخ عثماني الشيخ التونسي أصله تونسي والجنسية جزائري. عثماني إنسان علامة وشيخ كبير. بعد 4 سنوات من الاستقلال وبالضبط سنة 1966 تقرر هدم الكنيسة وبناء مسجد جديد بهندسة عربية إسلامية، استغرق بناؤه 2 وبضع شهور بتمويل من محسنين وخيرين من داخل المدينة وخارجها. ومن بعد 68 تم الجمع، هذا كملوا الجمع، كملوا صعب الكبيرة عنده فرح على كل حال في الجامعة ماذا بهم ما يصليوا الجمعة. يعني لما أسسناه استدعينا الشيخ النعيمي رحمه الله كان هو المفتش على الشرق الجزائري، جاء مثلا إلى هذا الجامع اللي راكم شبه لين القديم هذا اللي ضعيف، أنا أسسناه وعلى كل حال باركنا. قال وإنما مع الأسف ديته شوية صغير. شهدت المدينة حدثا تاريخيا يوم تدشين المسجد شهر أكتوبر سنة 1968. كان المسجد يتسع في البداية لحوالي 250 مصل فقط، ليشهد بعدها توسعة على مرحلتين، الأولى سنة 1985 والثانية سنة 2005، ليصبح الآن يتسع لأكثر من 2500 مصلي. وأول من يعني من قام بهذا المسجد يعني كإمام يطول الشيخ التونسي، أنا أعرفه باسم التونسي خدم هنا وعلى كل حال. قلت يعني عملت مع الشيخ التونسي 8 مطوع لله، أصلي معه على كل حال صلاة الخمس رمضان أنا نشفع بهم حزبين، ثم ذلك بسنة 59 كذا جاء الشيخ صالح معطي، لا أدري يحكم قيل عام هنا وعامين، راح هو الشيخ صالح معطي رحمه الله، ثم جاء العمري بوسنينة كان في الصيف زاج هنا قام واحد 3 سنوات. من بعد أنا توظفت وظيفة عمومي في سنة 74 بعثوني لابن عزيز، نفس الشيء أنا دائما الكنائس نفتحهم أنا، ابن عزيز طلينا بكنيسة الجامعة لقيتهم بدأوا يأسوا فيها هذاك وين يحفروا في الآثار، صلينا فيه عامين ووليت الجامعة جديد في ابن عزيز سنة 86
قلبوني لهذا المسجد، قالوا لي انت عندك كل حركه قريت وعندك شهاده على كل حال، انت كما نقولوا ما يساوي جامعه تعجلي عقبه امام استاذ. قلبوني لهنا مع زميلي بن عمي وتوفى رحمه الله، مرابط المختار توفى كانت قائمة هنا، تعاوننا على هنا. مر عليه العديد من الأئمة والشيوخ كخطباء، أئمة الصلوات الخمس، ومؤذنين ومعلمي القرآن، أبرزهم الشيخ التونسي، الشيخ بوسنينة، الشيخ مبارك مرابط، إمام الصلوات النوار مرابط، والمؤذن الشيخ المدني دبيش، ومعلم القرآن الشيخ مسعود بوهوس، والشيخ غباش. لسنة 99 عدم يهش أخي يكون واحد رئيس الدائرة ربي طول عمره الخير، في 27 رمضان استدعيت جاء، أنا وجدت على كل جوائز جيعية لحفظة القرآن الصغار حوالي 21 جائزة، كان سيد الحسين غباش هو اللي قري ومات ربي رحمه من بابور سجل قول، جاء هو اللي يشرب على تزيع الجوائز، وأنا صليت بهم التراويح كالعادة. أنا بكري عندنا زوج حساب، أنا بديت التراويح من سنة 50 بكري كان زوج حساب، الآن موش نعارض الآن، قالوا حزم علي متى يصير. لما صليت بهم على كل حال دخلنا المقصورة هذه درك الحالية تاع المسجد، قال لي كين الغاشي، قلت له يا الشيخ المسجد هذا ما عندنا والميضة، قال لي هذيك ماهيش ميضة الشيخ، راه الشكل تاعها راهي ناقصة ماهيش ميضة، قلت له هذا الأرض الشغرة يا الشيخ نطلبوا بلدية، لكن مع الأسف في وعد هنا لكن التطبيق ما بدون جدوى، هو هزيدو قال لي ابتداء من يلومك مبروك مبروك راهي المسجد، ثلاث مرات ولا ربعة للتأكيد، وأصبحت مساحة الله يبارك، كانت الطريق يبالك غربها حذفها، قال بطريق واحدة تعاد دخلها منها من الشرق، ومن ثم وسعنا الميضة كما شوها الطابق السفلي وهذا الأرضي والأول للثاني، هذه جبناها في سنة 99 27 رمضان بعد صلاة العشاء، ولا مسجد على كل حال عبقري يعني الله يبارك مسجد. انا من بعد دخلت التقاعد نظرا للسن تاعي للكبر، وخلينا نتداول على تبليغ الرساله مش غير انا ولو كان خرج التقاعد بصح لازم اصلاح ذات البين، ولو كان في الشارع دائما شأننا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، خليت ناس جاوا استقبلوني يعني الامام بعد الامام، والان راني على كل حال في التقاعد راني في 85 سنه، ولقيتها رحمه في البدايه انا اللي بديت نقري بالقمع والشعير، قسمتين قمح والشارع ثلاثه، قسمتين قمح وثلاثه شعيره، شعير ما يعادل اربع صيعان كي تحسبهم ما كانش 50,000 في السنه، ولكن الحمد ربي على احنا قراءة القران تقرب للرحمن، خيركم من تعلم القران وعلمه، كان يقرر يشوف سيدنا سعود بوهوس، وكان يقرر نور نور الدين بطوله، ويعني سيدي مسعود انتقل الى المسجد 300 مسكين طرواسة، ويعني خرجوا ناس في الحقيقه خرجوا سواء بطوقه ولا سيدي مسعود، كانوا ناس حسنه تعالى امامه من الان امامه يعني ننسى بها نسميهم لك، لكن قراوا سما قراوا قراوا سيدي مسعود وبطوقه قراوا ناس، وهذوك ناس كانوا اللي يقراوا القران ولو دخلوا في السكه الديني يعني هذا شيء يعني نفتخروا به، والان اللي يعني كبيره على كل حال راهي ماشيه في هذا الطريق، يعني نقولوا الحمد لله كل شيء متربق على كل حال، المسجد عندنا ما بقاش غير مسجد، لكن عندنا هنا خمس مساجد